شوفي ما عم صدق شو وين كنا وين صرنا. عرسنا قرب. عفوا. مرحبا يا بنتي شهرزاد، كيفك؟ الحمد لله، كيف صحتك؟ الحمد لله. أنا كنت قايل لك قبل منشان شغلنا ريمان. عادي بس لا تفكريني نسيت. شغل الستنا ريمان جاهز. إمتى ما بتحب خليها تجي لعنا وتبلش. شكرا كثير برهان بيك، بس ناريمان بلشت شغل معنا بالشركة. والله جد؟ إمتى؟ اليوم. أيوة أيوة، فرحتيني والله، ألف مبروك. شكرا. أنور بيك كيفه؟ منيح، بسلم. ناهدة خانم بتسلم عليكي. سلميلي عليه كثير. برهان بيك بسلم عليك. شكرا. وصل. طيب يا بنتي ما بدي أعطيك. لا ولو، الله معك، مع السلامة. شهرزاد شوفي، إذا ما رح تعزمي برهان بيك على العرس أنا اللي رح أعزمه. شفت هاي تأخرنا، عجبك؟ معلش معلش، إن اشتغلت عنا ولا عند غيرنا ما في فرق، المهم إنه ناريمان بلشت تشتغل. هي مزبوط. والله أبضاي هالأنور بيك، سعادة للست ناريمان، والله طلع صاحب أصل. اللي برهان برأيك رح يعزمونا على عرسه؟ وبرأيك مناسب هالشي يا ناهدة؟ بيت لحمة القدمة ما بيصير يحضروا عرس كنتو. فعلاً هالشغلة مو مناسبة، بس بصراحة حابة كتير شوفها لشهرزاد هي وعروس، أكيد رح تطلع حلوة كتير بالفستان الأبيض. يعني إذا عزموكي بتروحي؟ ليش لا؟ طبعاً بس مشان شوف شهرزاد هي ولابسة فستان العرس. إيه ما شفناها وقت أحمد، الحق علينا. طيب ما لازم نجهز هدية مشان ناخد لياها؟ إيه طبعاً، بيصير ما ناخد لها؟ شهرزاد صارت وحدة منا ومثل بنتنا.